بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله النهارده هنكمل الموضوع اللي احنا كنا اتكلمنا عنه في الفيديو اللي فات، اللي هو تصميم الكومبريشن ممبر. طبعا المره اللي فاتت كنا احنا اتكلمنا عن في الكومبريشن ممبر، كنا احنا قلنا مقدمه ازاي نحسب الاف سي، وقلنا ازاي نحسب الباكلينج، قلنا ان في نوع من الباكلينج، في حاجه اسمها باكلينج ان بلان، وفي حاجه اسمها باكلينج اوت اوف بلان. ازاي نحسب الان بلان وازاي نحسب الاوت اوف بلان، واتكلمنا عن خطوات حل مساله الكومبريشن. ان شاء الله النهارده هنطبق مع بعض ازاي نحل المسألة الكومبريشن سواء كانت وان انجل او كانت تو انجل. تمام، هنا بيقول لك مسألة، بيقول لك ديزاين دياجونال ممبر، صمم دياجونال ممبر. اف ديزاين بتساوي سالب يبقى كومبريشن 6 طن. وقام جاي قال لك هي كيس بي، يبقى انا مسألتي كيس بي. قال لك لينس اوف ممبر، طول الممبر ده بيساوي 3 متر، وهستخدم مسمار ام 16. طبعا بالنسبه لي الدياجونال ممبر ده عباره عن انر ولا اوتر، ده بالنسبه لك انر، يبقى الانر بالنسبه لي اما يسمى وان انجل او تو انجل باك تو باك او تو انجل ستار شيب. طبعا بالنسبه لي الاف ديزاين 6 طن، فرصه صغيره يبقى انا هشغلها وان انجل. اول خطوه في الحل عندي ستيفنس كونديشن. ستيفنس كونديشن بيقول لك اللامدا بتساوي ال اللي هو انا مديها لك على الاي ما تزيدش عن 180، ال هنا 300 جبنا ال باكلينج على الاي. طبعا قلنا ان الوان انجل بتشتغل باي في مش بتشتغل باي اكس، الوان انجل اي في، الوان تو انجل بتشتغل بالاي اكس والاي واي. يبقى ال باكلينج على الاي في لا يزيد عن 180، اذا الاي في طلعت معايا 167 سنتي، يبقى ما ينفعش تقل عن 167. تاني شرط بيقول لك كونستراكشن كونديشن. طبعا هنا قال لك مسمار ام 16، واحنا طبعا عارفين مسمار ام 16 اقل زاويه ممكن استخدمها فيه وان انجل 55 × 55 × 5، ده بالنسبه للكونستراكشن كونديشن. ماشي، الشرط الثالث او الخطوه الثالثه اللي هي ستريس كونديشن. هنا بيقول في الستريس كونديشن بيقول انا عايز احسب مساحه الوان انجل، مساحه الزاويه الواحده. كنا قلنا دي بتساوي الاف ديزاين، والاف ديزاين دي هو مديها لك معطى بستة طن مقسوم على الاف سي معرفهاش، يبقى اسيوم الاف سي افرضها 7 من 10. في كيس ايه ولا كيس بي؟ كيس بي يبقى 1.2 من 10. في سيمتريك ولا ان سيمتريك؟ بالنسبة لك المسألة دي ان سيمتريك، يبقى 6 من 10 لانها وان انجل، وبالنسبة لي وان انجل ولا تو انجل؟ وان انجل، يبقى اقسمها لواحد. يبقى انا بالنسبة لي عندي المساحة بعوض بالكلام ده، طلعت معايا المساحة ب11.9 من 10 سنتيمتر مربع. يبقى انا المفروض اخش الجداول بالمساحة دي اجيب زاوية اكبر منها. طبعا لما اجي ازود في المساحة، احنا كنا بنقول في التنشن زود مثلا في حدود 2-3 سنتي، في الكومبريشن زود في حدود من 5 ل 6-7 سنتيمتر مربع، بحيث ده بس تكون مسافة معاك. يعني دي مثلا دي مساحة ب11، دخلت الجدول جبت مساحة بكام؟ حوالي ب25.1 من 10. فمن الجداول جد بخش بخانة المساحة زي ما كنا بنقول. لو جينا نشوف تقسيمة الجدول، أنا هنا دي خانة المساحة، بدخل بخانة المساحة دي أشوف أنا جاي مثلا عندي مساحة مثلا ب11.9، يبقى أجيب مساحة أكبر منها، خدت مثلا المساحة اللي هي 25.1. بمشي كده، ده سمك الزاوية، بمشي كده ده طول عجل الزاوية. ماشي، باجي هنا آخر خانة، لأن احنا شغالين في الوان أنجل، بجيب هنا خانة اسمها الأي في، يبقى الأي في من آخر خانة، وبجيب المساحة، بخش بالمساحة وبطول الزاوية وسمك الزاوية. تمام، يبقى احنا كده جبنا الزاوية اللي احنا عايزينها. رابع خطوة بيقول لك تشيك اوف لوكال باكلينج. تشيك على اللوكال باكلينج، يبقى انا عايز اتأكد ان الزاوية دي طولها على سمكها ما يزيدش عن حاجة معينة زي ما الكود بيقول. يبقى طول الزاوية دي 110، التخانة بتاعتها دي 12، يبقى 110 على 12 طلعت بحوالي 9.2 من 10. يبقى 9.2 من 10 ده يزيد عن كام؟ 23 على جذر الاف فيلد اللي هي حوالي 15. يبقى اذا تشيك اوف لوكال باكلينج اللي تشيك ده مسيف. اخر خطوه بالنسبه لك تشيك اوف ستريس. تشيك اوف ستريس احنا عايزين نحسب، بنقول ان الاف اكشوال بتساوي الاف ديزاين ده معطى ب6 طن. طب والمساحه؟ المساحه هو بيدي، احنا جايبينها من الجداول، جبنا مساحه 25.1، عايز اتاكد ان الاف ديزاين على المساحه طلعت بحوالي 4 من 10. الكلام ده يطلع اقل من الاف سي، طبعا دي كيس بي، يبقى اف سي في 1 و2، المفروض يطلع اقل من اف سي في 1.2 من 10. يبقى عايز اجيب الاف سي، فكنا بنقول الاف سي لازم اجيب اللامدا واشوف اللامدا اكبر ولا اصغر من 100 عشان اجيب الاف سي. يبقى هنا اشوف اللامدا، يبقى اللامدا هنا اللامدا بتساوي ال على الاي في، الاي في جايه من الجدول ب215، ال معطى طلعت ب139.5. دي بالنسبه لك اللامدا، اللامدا دي مالها؟ طلعت اكبر من 100، يبقى اكبر من 100 اخش على المعادله اجيب منها الاف سي على طول، طلعت بحوالي 38 من 100 في 1 و2. يبقى اذا الاف اكشوال اقل من الاف سي، يبقى اذا الزاويه اللي انت جايبها سيف ويدوب ايكونومي، يعني هي جت بالظبط يدوب ايكونومي. ماشي، يبقى دي كده مساله على الوان انجل. نشوف مساله تانية على التو انجل باك تو باك. بيقول لك ديزاين افيرتيكال ممبر.
اف ديزاين بتساوي سالب يبقى كونفرشن 30 طن. وقال لك في المسألة ان هي كيس ايه، وقام مديك اللي باكلنج اكس بيساوي اللي باكلنج واي بيساوي 3 متر. هو مديك الباكلنج ومديك ام 16 ومديك الاف ديزاين ومديك كيس ايه. طبعا بما ان ال باكلينج اكس يساوي ال باكلينج واي، دي معناها ان انا هشتغل يوز ايكوال انجل، زاويه ايكوال انجل. يبقى اول حاجه بالنسبه لي ستيفنس كونديشن، هنتكلم على ستيفنس. وانا مديك ال باكلينج اكس، يبقى ال باكلينج اكس على الاي اكس 180، اشوف الاي اكس طلع بكام. ال باكلينج واي، يبقى ال باكلينج واي على الاي واي ما يزيدش عن 180، اشوف الاي واي طلع بكام. انا هنا عندي في التو انجل باك تو باك، في اي اكس وفي اي واي. طبعا بما ان الطول اكس هو نفس واي، يبقى انا بالنسبه لي الاي سمول اكس هو نفس الاي سمول واي، 167 سم، الاثنين بيساوي بعض. يبقى ده شرط الاستيفنس. الشرط الثاني اللي هو مين، كونستراكشن كونديشن، قال لك ام 16، يبقى المعادله بتاعتك الايه متقلش عن تلاتة فاي زائد تي، تطلع معاك يوز تو انجل 55 في 55 في 5. ماشي. الشرط الثالث اللي هو الاستريس كونديشن. الاستريس كونديشن هو هنا قايل لك فيرتيكال بيمبر، تمام، وهنا والاف ديزاين ب30، يبقى انا كده شغال زي ما انا اللي هو تو انجل. فهنا بالنسبه لي عايز اجيب مساحه الزاويه الواحده، يبقى الاف ديزاين 30 طن على الاف سي اسيوم 7 من 10. كيس ايه ولا كيس بي؟ قال لي كيس ايه، يبقى بواحد في تو انجل سيمتريك ولا ان سيمتريك؟ سيمتريك. هما كام زاويه؟ زاويتين، يبقى اقسم على 2. يبقى هعوض في المعادله دي، تمام، اجيب مساحه الزاويه الواحده. طلعت معايا الزاويه الواحده بحوالي 21.4 سم مربع. قمت جاي داخل الجداول جبت مساحه بحوالي 25 واحد، تمام. خد هات المساحه اللي انت عايزها او الزاويه اللي انت عايزها، مش تفرق. يبقى من الجدول تو انجل 110 × 110 × 12، يبقى المساحه بكذا. واجيب وانا شغال اجيب الاي كابيتال واي، واجيب الاي سمول اكس، واجيب الاكسنتريستي اللي هي الاي. لازم اجيب المساحه والاي كابيتال والاي سمول والاكسنتريستي. طب دول نجيبهم ازاي من الجداول؟ طبعا ده شكل الجدول، نفس الكلام، بخش بالمساحه، جبت مساحه، ادي الاي وادي الاس لسه قايلينها. الخانه اللي جنب المساحه على طول دي بيسموها الاكسنتريستي اللي هي الاي، يبقى دي الاي. لو انا كملت كده في الجدول هتلاقي فيه هنا مكتوب اكسس اكس اكس اند واي واي. عند الاكس اكس اكس والواي واي في عندك هنا الاي كابيتال، دي اللي هي تمثل الاي، واي واي كابيتال، وفي هنا الاي سمول اللي هي تمثل الاي اكس. يبقى هنا بيزيد معاك في الجدول 3 خانات، تخش بالمساحه يزيد معاك الاي والاي كابيتال والاي سمول. انما قلنا الاي في دي لو كانت وان انجل بس، وادي طول ورجل الزاويه، طول رجل الزاويه والتخانه بتاعتها. يبقى ده هنا ازاي نطلع الزاويه من، وازاي نطلع خواص الزاويه من الجداول. فقمت جيت قايل له تشيك اوف لوكال باكلينج، هعمل تشيك على لوكال باكلينج. فهنا قلنا نفس الكلام، بقسمت له الحاجه على سمكها، طولها 110 على التخانه 12، طلع ب 9.2 من 10. الكلام ده لا يزيد عن 23 على جذر اف فيلد، اذا الكلام ده صفر. الخطوه الاخيره بالنسبه لي تشيك اوف استرس. عايز اعمل تشيك على الاسترس، انا عايز اقول ان الاف اكشوال بتساوي الاف ديزاين على مين؟ على المساحه. الاف ديزاين ب30، عندك كام زاويه؟ زاويتين، في مساحه الزاويه 25 1، طلع ب6 من 10. عايز اشوف سيف ولا ان سيف؟ لازم سيف او ان سيف، لازم الكلام ده لا يزيد عن الاف سي. طب انا عايز اجيب الاف سي، اف سي يبقى انا لازم اجيب اللمدا. ماشي. فهنا بالنسبه للتو انجل عندك كام لمدا؟ عندي 2 لمدا، لمدا اكس ولمدا واي. اجيب لمدا اكس واجيب لمدا واي، واتاكد ان هما محققين شرط الاستيفنس، اجيب منه اخد مين؟ اخد اللمدا الكبيره، هاخد اللمدا ماكس. من اللمدا ماكس شوف اللمدا ماكس دي اكبر من 100 ولا اصغر من 100، اجيب منها الاف سي. تعال نشوف الكلام ده. طبعا بالنسبه لي لسه قايلين اللامدا اكس بتساوي ال باكلينج اكس على اسمه الاكس. ال باكلينج اكس هو مديها لك جيفن في المساله، هي ال باكلينج واي ب 300. طب الاي سمول اكس، الاي سمول اكس هجيبها من الجداول، نفس الرقم اللي بتاع الزاويه بتاع الزاويتين، يبقى ده معطى 3.34، يبقى دي اللامدا اكس. طلعت بكام؟ ب 89.8 من 10، دي اللامدا اكس. طب عايز اجيب اللامدا واي، ما تعرفش تجيب اللامدا واي لان الاي سمول واي مش معاك، لان قلنا قبل كده ان في نقل محاور، يبقى لازم احسب الاي واي سمول الجديده. عشان اجيب الاي واي سمول قال لك القانون بتاعها بتساوي الجذر التربيعي للاي كابيتال بتاعت الزاويتين على مساحه الزاويتين. يبقى المساحه ماشي معلومه، ادي هما 2 في مساحه الزاويه الواحده. طب الاي كابيتال لازم اطلع اجيب الاي كابيتال، فقلنا الاي كابيتال انت عندك كام زاويه؟ زاويتين، يبقى 2 في الاي واي اللي انا جايبها من الجداول اللي هي دي، زائد المساحه اللي هي من الجداول ال 25، في المسافه من السي جي بتاع الزاويه الى السي جي بتاع الزاويتين. من السي جي بتاع الزاويه للسي جي بتاع الزاويتين قال لك دي هتساوي الاكسنتريستي اللي هي الاي زائد، قلنا في بليت في النص، زائد 4 من 10 اللي هو نص سمك البليت. يبقى الاكس الاي من الجدول 3.15 زائد 8 من 10 على 2 اللي هي 3.55 سم.
يبقى دي الاكس خلاص، الاكس معلومة والاي واي كابيتال معلومة، يبقى 2 في الاي واي زائد المساحة في اكس تربيع. يبقى انا بالنسبة لي الاي واي بتاعت الكلام ده عقبة 2، والاي واي من الجدول والمساحة، والاكس انا لسه جايبها، طلعت معاك الاي كابيتال بحوالي 1192 سنتيمتر اس 4. جبت الاي كابيتال، اجيب الاي واي سمول، هتساوي الجذر التربيعي الاي واي كابيتال اللي هي دي مقسوم على مساحة الزاويتين اللي هي 2 في مساحة الزاوية، طلعت بأربعة تمانية وتمانين. خلاص طالما انت جبت الاي واي سمول، يبقى انا هنا اروح احسب لامدا واي، 300 على 4 88 طلعت ب 61.6. يبقى انا عندي اللامدا اكس بتتقي كام؟ بحوالي 89، لامدا واي بحوالي 61، اخد منهم اللامدا الكبيره اكبر واحده فيهم طلعت معايا اللي هي 89.8، يبقى دي اللامدا ماكس. اشوف اللامدا ماكس زي ما احنا قلنا، والله اكبر من 100 هقعد في المعادله اللي احنا قلنا عليه، اصغر من 100 يبقى هقعد في المعادله اللي قدامي، طلع اصغر من او يساوي ال 100، تبقى الاف سي بتساوي 1.4 ناقص 0.4065 لامدا ماكس تربيع. قعدت في المعادلة طلع الاف سي معاك ب 87 من 100، يبقى الاف اكشوال طلع ب 6 من 10، اقل من ايه؟ 87. يبقى اذا الكلام ده سيف اند اكونومي. يبقى ده بالنسبة لي كده اشتغلنا مسألة 1 انجل واشتغلنا مسألة 2 انجل. ماشي، نشوف فكرة كمان. بيقول لك هنا فايند ذا ماكسيمم كومبريشن فورس، والفكرة دي ممكن تيجي لك في التنشن برضه، يعني ممكن تيجي تنشن وكومبريشن. فايند ذا ماكسيمم كومبريشن فورس، هات لي اقصى قوة ضغط ذات كان بي كابل اللي ممكن تشيلها 2 انجل 80 في 80 في 8 اف ذا باكلينج لينس، لو الطول الباكلينج بتاعك ال باكلينج اكس بيساوي ال باكلينج واي بيساوي 3 متر. طبعا لما يجي يجيب لك سؤال يقول لك فايند ذا ماكسيمم كومبريشن فورس، يبقى انت عايز تعرف انهي خطوة من الخطوات اللي احنا قلناها دي، الستيفنس، وعايز اقصى فورس، ده اصلا له علاقة بالطول الكونستراكشن، لا يبقى الستريس كونديشن ده لا، لان ده اسيوم. من الاخر عايزين نعبنا كانك بتحل المساله خطوه واحده بس من خمسه اللي هي تشيك اوف ستريس، والمجهول معاك اللي هو الاف ديزاين ده، يعني انت معلوم معاك المساحه ومعلوم معاك الاف سي هتحسبها، تجيب الاف ديزاين. هو اول حاجه قال لك يوز تو انجل 80 في 80 في 8، يبقى اقوم ده واخد الزاويه 80 في 80 في 8، اقوم داخل على الجداول اشوف الخواص بتاعتها، وقال لك تو انجل يبقى اجيب المساحه واجيب اي واي كابيتال واجيب اي سمول اكس واجيب الاكسنترست، يبقى اجيب خواص الزاويه من الجداول. خلاص دي معاك ماشي. طبعا انت عارف ان هنا تو انجل، يبقى انت لازم تحسب الاي واي زي ما احنا لسه قايلين في المساله اللي قبلها، يبقى على طول اجهز نفسي اجيب الاي واي كابيتال للزاويتين هيساوي 2 في الاي واي كابيتال بتاعت الزاويه زائد المساحه في الاكس تربيع زي ما احنا قايلين في المساله اللي قبلها، جبت الاي واي كابيتال. اجيب بعدها مين؟ اي واي سمول. بعد كده اجيب لامدا اكس واجيب لامدا واي زي ما احنا لسه قايلين، اجيب منهم اللامدا ماكس، اشوف اللامدا اكبر من 100 اعوض واجيب الاف سي. اخر حاجه عندك بيقول لك الاف اكشوال بتساوي الاف ديزاين على المساحه اللي تزيد عن اف سي، الاف سي معطى انت اصلا لسه حاسبها حوالي 48 من 100، طب بتساوي الاف ديزاين دي اللي مجهوله على مساحه الزاويتين 2 في 12.3 اللي هي مساحه الزاويه، يبقى الاف ديزاين بتساوي كام؟ قال لك حاصل ضرب المساحه في الاف سي، طلعت معاك اقصى قوه ممكن تشيل الزاويتين دول 12 طن اللي هي اللي قدامك دي، تمام. يبقى هنا جبنا ماكسيمم فورس. يبقى السؤال ده ممكن يجي لك في التنشن، ممكن يجي لك في الكومبريشن. وبكده هنكون انتهينا من الفيديو بتاع النهارده. يبقى احنا بقينا بس في الفيديو الجاي هنحل مساله على الان ايكوال انجل، واتمنى الناس تكون استفادت من الموضوع ده، واتمنى الناس تعمل شير للفيديو وتعمل سبسكرايب للقناه عشان الناس تستفاد من الكلام ده. كده معاكم باشمهندس ابراهيم انور، شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.